يعني هذه القوافل التي تأتي تحت رعاية سامية للسيد رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع وزارة الصحة، يعني من محاسن الصدف أنه البداية نتاعها من ولاية برج بعرريج التي يعني نشكر من خلالها السيد الوالي ومن خلاله كل ساكنة ولاية البرج على الدعم والتسهيل والمرافقة المادية والمعنوية التي لقيته هذه القوافل الطبية، وتحية إجلال يعني وإكبار لكل المتطوعين والمتضامنين سواء من الجيش الأبيض أو من الإداريين أو المرافقين، فيعني بادرة خير أنها القافلة تنطلق من ولاية برج بعرريج لتمتد إلى كل ولايات الهضاب العليا والجنوب. فالشكر مجددا للسيد الوالي والسلطات المحلية الأمنية والعسكرية وكل الأطقم الطبية، ويعني نجدد التزامنا كشبكة جزائرية للشباب أن روح التضامن وروح التطوع هذه لن تخمد فينا، وسنبقى إن شاء الله على هذا المسار إلى غاية أن نبلغ الجزائر الجديدة بتكاتف جميع أبنائها إن شاء الله. مساك الحمال حاج معليش عايش الحمال شي ياك مليح عاودي راه برك. السلام عليكم، هذا النهار اليوم تاع المبادرة الصحية للحفلة التطوعية للأطباء. المبادرة هذه في أحسن حال، وأننا نقدروا نوصلوا لأكبر عدد ممكن من المرضى، وأننا نقدروا نفيدوهم، وأننا نقدروا في نهاية الحفلة نوصلوا رسالة لجميع القائمين والمساهمين أنه بدل ما نديروا قوافل متنقلة فقط هذا حيساعد المعرض طبعا، ولكن اهم حاجه اننا بعد ما نشوف القافله بعد ما تنتهي الرساله الاخيره انه هذا لي زيتابليسمون تاع الصحه، هذه العيادات متعدده التخصصات لازم لها ان ايكيبمون قائم بذاته، لازم لها فريق توعي قائم بذاته باش المريض يستفيد لو ماكسيموم ان شاء الله. في هذا هو الهدف تاع المبادره، اننا نوصلوا لمناطق قبل ان شاء الله، ليش اسمنا ما نقول بالضبط سوين ان شاء الله يا ربي، بس الهدف ثاني قلت لك الهدف مش نجي ونزورهم ومن بعد تنتهي القافله وحنا نروحوا نخدموا والمريض يبقى بدون متابعه صحيه، باش نفوق باش ننهضوا بقطع الصحه، باش انا نشوف المريض اليوم ما زدتش نشوف المريض باش نسوي من المريض تاعي باش نحسنوا من لاكاليتي دو في تاعو توت اون فيفون مع المرض تاعو، معناتها الهضاب ما يكونش عائق بالنسبه لسيرورة الحياة. هذه المبادرة مليحة ان شاء الله نكملوا نديروها دائما، بصح دائما نزيد انا نكرر المسؤولين على قطاع الصحة لازم يقوموا بمناطق قبل مش بالمبادرات الماثلة فقط، هم لازم يقوموا كما نقولوا بالتقنين وتاع انهم يديروا ان بون ايكيبمون تاع لو بيرسونال تاع البيرسونال وتاع لي زيكيبمون باش مام الاطباء الاخصائيين ان جور انا نولي طبيبه مختصه تقدر نجي ونكون متحمسه اني نخدم في منطقه مماثله ونعاون المرضى لو ماكسيموم.
فلازم تبقى المتابعة الصحية معنا. إيه. نتاع خيرة بارك الله فيه ويعاونوا في بلادنا ومناطق البلد ويكثر خيرهم وربي يجزيهم بالخير وربي يرحم الشهداء والحمد لله. محمد وعلى آله وصحبه لباسا اليوم نشر حصل ماشي الحمدي الحافظة التضامنية للشعوبية والبحريرية التي تعتبر أول محطة لها في خلال خمس أيام يوم 25 والتي هي قافلة مدعمة من طرف ومنظمة من طرف الجمعية الجزائرية للشباب الشبكة الجزائرية للشباب. هذه القافلة التي تم تدعيمها من طرف مديرية الصحة بالأطباء والشبه الطبيين وأيضا الإداريين وتم تدعيمها بجميع الوسائل اللوجستيكية والإدارية والمادية من أجل إنزاع هذه القافلة التي سوف تحط بعدة مناطق على مستوى ولايتنا وأيضا سوف تستفيد منها خاصة فئة المسنين، فئة الأمراض المزمنة، فئة الأمومة والطفولة وأيضا في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد 19. هذه القافلة مدعمة بأكثر من 71 طبيب مختص بالإضافة إلى الأطباء العامون وأيضا الصيادلة الخواص. ونشكر جزيل الشكر الجيش الأبيض وأيضا هذه الشبكة الجزائرية اللي قامت بهذه المبادرة التي تستحق كل الثناء والتقدير والتشجيع والمرافقة. شكرا.